وخلال اتصال هاتفي سابق قالت السيدة منى العلوي مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة إن الفريق الرقابي كشف عن وجود منتجات لزيوت محركات تحمل علامات تجارية غير أصلية لشركات متعددة. بدأ حقيقة بتلقي إدارة التفتيش شكوى من ممثل من أحد الشركات التجارية بأن في شخص آسيوي الجنسية يبيع زيوت للسيارات وتحمل علامتهم التجارية لكنها مقلدة، طبعا قاعد يبيعها من خلال مركبة الخاصة، يعني مش من محل تجاري، وهذه المركبة كانت تحمل لوحة غير بحرينية. فبناء على هذه الشكوى نستقلف الإدارة لعمل كمين بالتعاون مع مركز شرطة البديع، وبالفعل وجدنا المركبة مثل ما تفضلتي فيها يعني هذا العدد اللي هو 96 علبة من زيوت المحركات. وبعد ما تم معاينتها كانت الفروقات واضحة من حيث التغليف والبيانات أنها مقلدة. طبعا بالنسبة للإجراءات حاول المخالف الهروب، لكن وإنكار أيضا تبعية المركبة إليه، لكن تم القبض عليه من قبل الداخلية والتحفظ على المنتجات المقلدة داخل مركبته وحتى على المركبة، وتم أيضا اللي هو المضي بالإجراءات بإحالة القضية للنيابة من قبل المختصين بوزارة الداخلية مشكورين. نعم. ولزيادة التحقق أيضا تم التنسيق لإخضاع عينات من هذه المنتجات للاختبار في أحد المختبرات المعتمدة.